أنتم تستمعون إلى بودكاست جنتنا فيه مع جمعية المودة للتنمية الأسرية الذي يقدمه لكم الدكتور خالد العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أغلى المستمعين، هذه تحية كلها طيب ورد ورياحين، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا وحياكم الله في بودكاست جنتنا فيه، واللي نعيش معاكم في أحلى جنان الدنيا نسعد فيها ونسعد من حولنا من أهلنا وأحبابنا. ندخل لهذه الجنان كل يوم بصحبة أحلى ناس، الناس اللي يملأوا حياتنا سعادة وسرور. جمعية المودة للتنمية الأسرية، جنة اليوم مختلفة شوي ومهمة جدا، ويمكن تلخص كثير من الجنات السابقة. تعرفوا ليش؟ لأنها آخر جنة حندخلها في هذا البودكاست، اللي يعلم الله كم سعدت فيه بصحبتكم في هذا الشهر الكريم للي كانوا يسمعون فيه، وحسعد فيه باستماعكم في أي وقت وأي مكان بعد ما ينتهي الشهر الكريم. يمكن بعض الناس ما يتيسر له دخول الجنان اللي ذكرناها في الحلقات السابقة، أو ما يقدر يطبق بعض الأفكار، فتلقاه يتضايق ويشعر بالنقص وأنه بعض الناس أحسن منه. وأنا أقدم لنفسي ولو أو لها هذه الجنة اللي حتريحنا كثير بحول الرحمن. هذه الجنة هي جنة الرضا. الرضا إني أرضى باللي عندي واللي جاني واللي انكتب لي، وما أفكر أبدا في اللي راح مني أو ما قدرت أوصل له، خاصة إذا بذلت كل جهد أقدر عليه وما تيسر لي إني أحصل عليه. مع الأسف يا جماعة إنه بعض الناس مهما كان اللي عنده ما يرضى. تعرفوا ليش؟ لأنه يفكر في المفقود وما يفكر في الموجود. الموجود اللي عنده ويرضى به، فتلقاه يقول فلان عياله أحسن من عيالي، أو تلقاها تقول زوج فلانة ما شاء الله مو مثل زوجي، أو واحد يقول شوف أبو فلان مو زي أبويا اللي كذا وكذا وكذا. واليوم بالذات مع وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من الناس بيشاركوا فيها أحسن لحظاتهم وأفضلها مع الناس البقية، فبعض الناس يحسبوا حياتهم كلها زي كذا، هم قاعدين يختاروا أحسن وأجمل الأشياء ويعرضوها لنا. فبعض الناس تلقاه ساخط جدا على وضعه وحياته لما نجلس يقارن ويقول حياتي ناقصها كذا وناقصها كذا. مع الأسف ما صرنا نفكر في اللي عندنا من نعم وخيرات، صرنا نفكر في اللي ناقصنا. والحل جنة الرضا يا جماعة. هذه الجنة جنة عظيمة تسعدنا في الدنيا وتريح بالنا كثير، أما في الآخرة فعالم ثاني. طب كيف أدخل هذه الجنة؟ خلونا ناخذ خطوات وأفكار لكيف ندخل هذه الجنة. وخليني أجاوب على سؤال، طب تبغانا نرضى بحالنا وما نغير؟ كل هذا حيكون معانا، فتابعوا واسمعوا. يا جماعة، جنة الرضا من أكبر أسباب سعادة الدنيا والآخرة، واللي ما يدخل هذه الجنة في الدنيا فاتوا أجمل شيء فيها. هذا الإمام ابن قيم الجوزية يقول الرضا باب الله الأعظم، أعظم باب تتقرب فيه إلى الله وتدخل إلى الله منه، وجنة الدنيا. ويقول من ملأ الله قلبه من الرضا ملأ صدره غنى وأمنا وفرغ قلبه لمحبته سبحانه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك، يعني من الخوف والفقر، وانشغل عما فيه سعادته وفلاحه، ابتعد على الأشياء اللي تسعده. وهذا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. واسمعوا الكريم الرحمن سبحانه وتعالى يقول في عباده المؤمنين الصالحين رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما هم رضيوا عن الله
الله يرضى عنهم. وفي شيء أعظم من الرضا من الله سبحانه وتعالى؟ هذا أعظم شيء يأخذه الإنسان، إن الله يرضى عنه حتى في الآخرة. الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة إيش بقي لكم؟ فيقولوا: يا رب إيش بقي؟ بيض وجوهنا ويمنت كتابنا وأدخلتنا الجنات وتمتعنا فيها. فيقول لهم: باقي لكم شيء، إيش هو؟ فيقول لهم سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. شيء عظيم إن الله يرضى عننا لأننا رضينا عنه. والله يا جماعة، جنة الرضا ما أحلاها من جنة. إني أرضى بما كتب الله وقدر، سواء كان شر أو خير، لأني حكون واثق إنه الخير فيما اختاره الله لي، فأعيش مرتاح. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي بعض الروايات: وليس ذلك إلا للمؤمن. خلاص ما تفرق معاه حلوة الحياة أو مرة، لأنه مطمئن لقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعرف الخير فين، فتلقاه مفوض أمره لله، مرتاح ومشتري عقله. الموضوع هذا يا كرام حيريحنا كثير في حياتنا، ويريحنا في بيوتنا، لما نرضى بما قسمه الله لنا من والدين أو زوج أو زوجة أو أبناء أو بنات. طب لا يجي أحد ويقول لي: هل معنى هذا أن احنا ما نغيرهم؟ أنا أقول: أبدا، بل مطلوب مننا التغيير ومحاولة تطبيق كل الوسائل اللي نقدر عليها حتى نكون أحسن. والله عز وجل دائما يبغانا نكون أحسن في كل شيء. هو اللي يقول: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ومن أحسن قولا. في كل شيء الله يبغانا أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. لكن إذا بذلنا وحاولنا وما جاءت النتيجة اللي نحبها، نصبر ونرضى ونحاول مرة ومرتين وثلاثة، ونستمر في المحاولة لكن القلب راضي من الداخل. نحاول لكننا راضين بالنتيجة، لأن النتيجة مو بيدنا، الأمر لله. بعض الناس الرضا عنده بالوضع ما يدفع لتجديد حياته، فتصير روتين ممل ويقول لك: أنا راضي. أبدا مو هو هذا الرضا. الحياة تحتاج إلى تجديد، تحتاج إلى تطوير وتحسين في كل جوانبها. فما أجمل إنه الزوجين أو الأبناء أو الوالدين يحاولوا يسعوا إنهم يجددوا حياتهم باللي يقدروا عليه عشان يستمتعوا، حتى لو بالأشياء الصغيرة والبسيطة. لو أغير أشكال، مناظر، روتين، ترى التجديد مهم، مهم جدا في حياتنا، وإني أسعى إني أكون أحسن وأفضل. إذن نقصد بالرضا إني أسوي كل اللي أقدر عليه، وفي كل الحالات أرضى بالنتيجة وأستمر في المحاولة وأرضى حتى يفرجها الله، وعندها أعيش بقلب مرتاح. قولوا: يا رب، يا رب رضنا وارضى عنا وعن أهلنا وأحبابنا، ارضى عن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وكل من يعز علينا. يا رب ارضى عن كل من استمع لهذا البودكاست وساهم في نشره. يا رب اجزي خيرا من رعاه، من جمعية المودة للتنمية الأسرية وكل العاملين فيها. يا جماعة والله أحب أقول لكم شكرا، شكرا لكم من القلب، كم أنست بكم في هذا البودكاست. عسى الله عز وجل يجمعنا وإياكم دائما على المحبة والخير، ويجعلنا وأهلنا وكل ما يعز علينا في سعادة وتوفيق وهداية ورضوان من الكريم الرحمن. أنا في الختام أحب أقول: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وسيدي رسول الله. وما كان في هذا البودكاست من صواب ففضل من الله عز وجل وحده، وإذا كان في خطأ أو تقصير فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله عز وجل. نلقاكم على خير بحول الله عز وجل،
دمتم في حفظ من الرحمن الرحيم وفي أنس سعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع بودكاست جنتنا فيه مع جمعية المودة للتنمية الأسرية.